زينب، أولى فقراتنا لليوم كتير فقرة لطيفة، بما أنه نحن بأجواء عيد الأضحى المبارك. الزينة رح تكون شيء كتير مهم بحياتنا، خاصة للأطفال يلي هي لهم العيد الأكبر. زينب، أكيد. اليوم بأدوات بسيطة وبأشياء متوفرة مشان ما ندفع كتير وتكون عبء ثقيل علينا، كيف بنقدر نعمل زينة حلوة بألوانها بتنسيقها وبنفس الوقت ترضي الأذواق؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفتنا الدائمة رهف بدوي. صباح الخير رهف. يسعد صباحك. أضحى مبارك. العام وأنت بخير. عليكم يا رب. ما في أحلى من صباح العيد. أكيد أكيد إن شاء الله بينعاد عليكم وعليك وعلى كل اللي عم يشوفونا بالخير. صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني رهف عم نشوف قدام فرح حاطة أكلات كتير طيبة، أنا غرت صراحة، وعنا حاطة أشياء كتير بسيطة، عنا بس الكيك عم تقلي ماتيلدا عنا. فخلينا نحكي كيف تعتمدي على الزينة بالأشياء البسيطة اللي ممكن تعطي بهجة المناسبة بنفس الوقت بأقل التكاليف. هلا هو اكيد بكل مناسبه كثير حلو انه انا لو عملت اي لمسه بسيطه بالبيت اللي الضيوف اللي جاي لعندي او مثلا الاطفال يحسوا انه هي المناسبه معبره انا عنا بزينه بسيطه. فبتعرفي انت هلا عيد الاضحى، الحاج وخروف العيد اكيد دائما بيرافع عيد الاضحى. صحيح. فاليوم اعتمدت القطن اكثر شيء، زينا فيه الكرتون وسوينا منه خروف العيد، وحبيت هاي السنة انه يكون الخروف ملون، يعني نطلع عن اطار الابيض والاسود مثل كل سنة. خلينا نحكي عن طاولتنا رهف. تفضلي. قبل ما نرجع لعند زينب ونشوف شو محضرتينا على الطاولة. فضلي. اهم شيء خليني بلش بالعيدية. اساس العيد، عنوان العيد كلياتنا بنحبها. هلا بنحب العيدية. صح. خبرينا شو الفكرة اليوم. هلا ممكن انا استفيد من السيدي قص عليه خروف مثلا بشكل هيك مهضوم ولطيف يحبه الولد، وحط له العيديه المناسبه حسب الامكانيه، يعني بيبقى بياخذها بينبسط فيها يعني بالمصاري وبالشكل. حلو. اثنين سوا. حتى عندي هون فكره ثانيه، بما انه الام هي بتقدم العيديه فحلو انه مثلا اطبع مجسم على شكل الام او الاب او حدا من افراد العيله يحط اسمه وكمان قدم عن طريقه شريط اللون اللي بدنا اياه. اي اكيد اللون اللي بنحبه. البونبون يلي بيعشقه كل ولد والاكلات الطيبه يمكن اللي هي كمان اساس كل العيد كلياتنا بنحبها. والله حبيت هذا العيد انه لون الخواريف يعني زهر وموف، ما يكون بس ابيض واسود. ايه بيلفتوا نظر. ممكن تحطي حتى صوره الخروف تبع العيد، او ممكن تحطي على الحلويات اللي ممكن بدك تضيفيها للاطفال. عيد مبارك، اضحى مبارك، عيد سعيد، يعني اي عباره بتعبر عن المناسبه كثير بتبقى لفته حلوه. يعني بجوز شغلات بسيطه فرح من الحلويات لصغار تتزين بطريقه كثير حلوه تعبر عن هي المناسبه. مش زينب بحبهم كلهم هدول. كلهم طيبين، الكل بيحبهم. كلياتنا بنحبهم. هلا انا بايدي كمان مثل هيك شغله بتنحط للتزيين بالعيد. هي كمان كثير مبدأ بسيط. هي كاسه؟ كاسة، كاسة بلاستيك غلفناها كمان بقطن، حتى حلو انه بتقدر الام الاطفال يعدوا حواليها ويساعدوها، يعني مثل عندك كبكبة القطن بتسلي الطفل والام بتعبي الكاسة، وانت مثلا مالك قادرة ترسمي وش خروف او اي شيء بتطبعي، وعيدا خشب بنثبت عليه القاعدة. نعم. زينب كمان عندك الكاسة اللي فيها بونبونات كمان. عندي انا عندي بونبون طيب كمان. لا وزعناهن اليوم. وزعناهن اكيد. كمان خبرينا عن هي الفكرة، يعني هي موجودة بكل بيت عند اي حدا، فخبرينا كمان عن الزينة البسيطة اللي ممكن الام تعتمدها، يعني مو ضروري يكون الشوكولا غالية الثمن او كل حلويات بسيطة تتزين لتعطي هيك وهج المناسبة، فخبرينا عن هي القصة. يعني عندك هي الكاسة مثلا موجودة بكل بيت. العواد انا مشان ما اجيب عواد ملونة لفيتهم بورق الكورنيش فاعطوني الوان. حتى الحلويات مو ضروري تكون مثلا غالية، ممكن تجيبي شكلها حلو بيلفت نظر الطفل مثل عندك مثلا. ممكن اللي بحبها هو بس أكيد. نغير نحن بشكلها بتصير تلفته اكثر بشكل. اي صح. رهف خلينا نشتغل شيء، محضرتي لنا شيء بسيط يمكن نقدر نعمله. طبعا. اول شيء الالوان كثير حلوه كثير. هلا ست البيت هي بتقدر شو بتحب تختار لون من اي ماده بدها، ايفا ورق، المهم هي ماده يعني شو رخيصه. شو الورق المعنى هذا؟ ايفا. تمام. ايفا بجيب انا اللون اللي انا حابه اشتغل فيه. هلا الفكره اليوم انه انا مثلا كيف ممكن اجمع سكاكر او بونبون اقدمهم للطفل اللي جاي لعندي او اي حدا بحبه. رح اخذ شويه مسافه من الطرفين وقيم اللاصق. هلا هي بتقدر ست البيت انه مثلا يكون عندها سيليكون تلزق او هو بيجي معه الماده اللاصقه، فحشيل من الطرفين. فيني انا اتسلى اكل اكلات طيبه؟ اكيد اكيد. تفضلي على حسابك. هلا عندي ورق الكورنيش كمان موجود بالسوق يعني بشكل
متوفر، وكمان فيك تطبقي اي لون بدك اياه. رح الزق الكورنيش مطرح ما انا فكيت اللاصق بهي الطريقه، بلزقه. هلا ممكن انت عم بتلزقي تعملي له الثانيه، او مثلا بتلزقيه بشكل مستقيم، هذا بيرجع يعني لذوق ست البيت كيف حابه هي انه تطلع بالنهايه شكلها. بس طريقتها كثير بسيطه، عم مرر الكورنيش على على محل ما فكيت اللاصق، بكفي لهون. رح اقص بهذا الشكل، بعيد العمليه كمان على الطرف الثاني، يعني شايفه طلع عندي هذا الشكل، رح اعيد العمليه بنفس المبدا على الطرف الثاني بهذا الشكل. هلا طبعا انت اذا تنيتيه بيعطي شكل احلى للورقه. والمواد الخام اللي مستعملينه كثير بسيطه، ممكن ست البيت تشتريه ما بيكلفها ابدا، وبيطلع عندي الشكل بالنهايه ان شاء الله حلو. رح اقص كمان من هون. وكمان الحلو انه الولد بيقدر او البنوته بتقدر تساعد امها، لانه هذا الشغل يمكن هو بياخذ وقت كثير، وبنفس الوقت بحط ذوقه الولد في اي ذوق بحبه ممكن يشارك فيه. صح، انا كثير ايام بكون عم بشتغل، فبتلاقي الاطفال بتقول انه مثلا ممكن انا اضيف هيك او اعمل هيك، فبتتفاجئ ايام بالفكره اللي بيطرحها الطفل. كمان رح اقيم قسمه من اللاصق من فوق مشان انا اقدر ادورها بهذا الشكل. هلا بلزقها هي، بما انه فيها لاصق بلزقها من هذا الطرف بهذا الشكل. هلا بقى اي شريطه موجوده عندي رح اسكرها، بقدر اخذ هي كمان. اختيار الالوان اللي بتتناسب مع بعضها، حلوه الالوان، ايه شغله كثير بتعطي للعين يعني بهجه. رح اسكرها من هون، وانا رح اسكرها من هون. لا قبل ما اسكرها نحط فيها الحلويات. اه بالله. اول شيء بدي اخبي لهم بقلبها شغلات يعني. بس ما كثير تشدي مشان افتحهم انا هلا. لا اكيد اكيد. هلا بقى بتقدر هي تضيف، تفضلي. حنحط البونبونات. شو ما حبيتي تحطي، سكاكر، عيديه، اي شيء ممكن تضيفيه عليه. كمان رح اسكرها من الطرف الثاني. هي الشريطه. تفضلي. كمان رح اربطها من هون. بهذا الشكل كثير مهضومة وبسيطة، يعني مهضومة وبسيطة، وممكن أنا مثلا نحط على الطاولة أكثر من قطعة منها بكثير ألوان. حلوة كهدية عيد للأولاد، فرح هيك بينبسطوا فيها إنه شغلة خاصة معمولة إلهم. هلا مثلا أنت خلصتي، هلا بما إنه عندنا عيد رح أنا قاصة هدول العبارات عيد سعيد ب يعني، لأنه بتاخذ وقت، رح نحطها على القطعة. فيك تختاري العبارة كمان اللي بدك اياها، يعني أي عبارة بتحبيها يعني بتناسب المناسبة بقدر إني أنا ضيفها. رح أحط هون، حتى مثلا أنت ما بتقدري ترسمي أو تكتبي أو خطك مثلا فيها، إذا ما بدها هيك تكتب يمكن تطبعه هي. حتى أنا هلا اعتمدت بهي عيد سعيد، أخذتها من على شاشة اللابتوب طلعتها، ما رحت يعني على مكتبة، بقلب البيت طبعتها. رح نحط لها بس النقط لو سمحتي. ممكن هلا بما انه عيد حد خاروف العيد، اهم شيء باللغه العربيه النقط انه نضيفها لحتى نقدر نقرا. تحت بهذا الشكل. هلا انت اذا جبتي الورق اللي بيكون له لاصق بيسهل عليك العمليه اكثر، يعني ما بيلبك كل الزيت، ومنظره ارتب، ومنظره ارتب اكيد اكيد. هلا هون بفتحهم، تقدري انت تفتحيه هيك بشكل عادي بهي الشكل، بيعطيني بالنهاية هذا الشكل الحلو، وبقدر أنا أقدم فيه أي شيء يعني ضيافة جايبتها على البيت بهذا الشكل. يعني كثير مهضومة رهف الفكرة وبسيطة. أي أكيد حبيتها. يعني الفكرة شو؟ شرايط، ورق كورنيش، عبارة، بتقدري أي شيء تساوي منها. تمام. كثير حلوة فكرة، فعلاً عملية لكل أم اليوم ما بتقدر يمكن تجيب لعبة، لأنه صارت لعب غالية، فيها تعمل تبتكر اشياء من البيت وتعمل اشياء لاولادها. كمان لفتني فرح انه في قنينه، كل بيت في قنانه فاضيه، عملت منه كمان ضيافه للاولاد، هي كيك. تمام، فيها الام تعمل كيك وتحط فيه كمان. تمام، حتى عندك مثلا الكب كيك اذا انا حابه ضيفه، المناسبه انها مثلا عنديها عيد الاضحى ضفنا خروف العيد، يعني انت بتطبعي الشكل وبعوده بسيطه بتحطيها بالكب كيك. و انا طريقه الكب كيك هذيك مره شرحتها، القنينه اذا عندك اياها فاضيه مع شويه كرتون مقوى بقدر انا اساوي منه ستاند للكب كيك. خلينا نحكي شوي عن الستاند اللي ماسكته زينه، يعني شو استخدمتي فيه؟ غيرتي له يمكن شكله بالكامل؟ اكيد كثير مواده بسيطه، يعني هي قنينه باللور فاضيه، طبعا نحن باعاده التدوير ما بنكب شيء،
فخليتها. عندي ورق مقوى كرتون كمان ضفتهم قصيتهم بشكل دوائر، اكيد موسم الحج والكعبه اكيد بيفوت ضمن زينتنا، فحطيتهم حواليها. وعيد مبارك، اضحى مبارك، كله بيطلع حلو بالنهايه. خلينا كمان نحكي هون، هذا احلى شيء، هذا مفاجاه الموسم. هلا الخروف الملون هو يعني اكثر شيء عم بيلفت نظر، هذا شكله كمان لذيذ. اي تمام. عندك سفنج او مثلا بيكون عندك قطعه فلين، كمان ما كبيتها استفدت منها وحطينا المارشميلو، حطينا له وش هيك مهضوم ولطيف كمان، ايه بيطلع كثير زينته حلوه. وحلوه انك تحطيه على الطاوله، الاولاد يعني بتحب هذا المنظر. ولد، كل ولد رايح وراجع بيقدر يسحب وحده، لا بيخلص بنرجع بنعبي. تمام. اكيد هدول كمان نحكي عنهم. رهاف، هدول كثير فكرتهم بسيطه، ورق كثير عادي، بس الالوان هي اللي لعبت دور اني انا يعني ميزهم عن بعض. فيكي تعمليها مروحه كامله وفيكي تعمليها نص مروحه. هلا هون المبدا انه جمعت انا الالوان بشكل دائري وحطينا عليه خروف العيد. هلا لو عندك مناسبه ولاده او اي مناسبه ثانيه بتغيري. ليش ندخل شوي الاسود بالقطع؟ يعني انه عيد الالوان الفرحه، حبيت هيك ادمج الفاتح والغامق هي السنه، انه تغيري عن يعني عن الشيء المتداول. اي حبيت دخل هي السنه الاسود ولون الخوارير. تمام، نطلع عن هذا المود. تمام. شو كمان يمكن في افكار في عنا الستاند كمان؟ هاد خلينا ناخده كمان. في سكاكر بونبون كثير لذيذ، فرح يعني كثير لذيذ فكرته على العيدي. في كاستين يمكن. تمام. بلاستيك. تمام. هي كاسات بلاستيك ضيافه عاديه، كاسات بلاستيك كمان كان فيها بوظه، كمان بمبدأ اعاده التدوير تركناها، اجى هلا وقتها. غلفتها قطن وحطيت بقلب البونبون والسكاكر لانه عيد الاضحى وش الخروف، هدول بس حطيته بمزرعته بقى. ايه خشب المزرعه، قطعت خشب وحطينا له سور شويه عشب. مهضومه كثير. ايه الاولاد بتحب هي القصص، بحبوا كل شيء غريب. اكيد. هلا يمكن قد ايه بتحسي انه لما بنختار يمكن الوان مبهجه، يمكن اشكال من الخيال يلي نحن يمكن ربينا عليه، او مثلا الكرتون حتى اللي كنا نحن نشوفه كلياته، قد ايه بتحسي انه هذا الشيء يمكن بشوق الطفل اكثر، بفرحه اكثر؟ يعني مثلا كالرسمات هدول اعتمدنا اكثر شيء الخواريف، اذا حبينا نحن نغير بعيد مثلا عن عيد الاضحى وبمناسبه عاديه عيد ميلاد او شيء، فينا نحن بس نبدل ان كان الكلام الجمل الموجوده وان كان حتى الرسمات، والقطعه بتبقى نفسها. القطعه بتضل نفسها. هلا المبدا انت اي مناسبه بتختاري العباره اللي بتناسبها، ممكن تشوفي الطفل او مثلا اللي حابه تعمل الحفله انه هي شو بتحب اكثر لون، الطفل شو بيحب شخصيه، بتعملي بقى انت المناسبه على هوا القصص اللي بيحبها، فبتطلع اكيد بيحبها. فكيف اذا اللون او الشخصيه انت ضفتيها للحفله اللي عملتي له اياها، اكيد رح يكون كثير مبسوط. اكيد. حابه تعملي شيء ثاني هلا سريع على الهواء اللي تعلموا منك كم فكره اللي قاعدين بالبيت هلا بهذا العيد؟ كثير يعني عندك غلى الاسعار هيك شوي، فممكن ست البيت تعتمد مبدا الورق. نحن كلياتنا ونحن صغار متعلمين ايوه انه نحن نتني الورق، فممكن انت تاخذي قطعه كورنيش او ورق وتتنيها بهي الطريقه. لما كنا صغار كنا كثير نعملها. هي لك وهي لك. ايه انه انا ضل يعني اثني الورقه بشكل متساوي. فينا على قد ما عندك حجم الورقه بتضلي بتثني لتحصلي بالاخير على شكل المروحه بهذا الشكل. هلا انا ما راح اعملها كلها، راح اخذ جزء كمان بهذا الشكل. هلا بعد ما تقصيها بقى بتجمعيها بالنص وممكن باللاصق يعني سهله بهذا الشكل حتى الاولاد فيهم يعملوها، وحط بقى اي صوره بتناسب المناسبه. طبعا لما بيكتروا الالوان بتصير بقى كثير فرحه. قد ايه ممكن نستفيد من اليوتيوب لحتى نطور هي الاشكال ونستخدم كمان مواد قد ما انا بسيطه ممكن ما بيخطر لنا انه نحن نقدر نستفيد منها؟ قد ايه بتستفيدي من اليوتيوب رهف؟ صح، لانه كثير بفتح وبتفرج. يعني امبارح حبيت انه انا اجيب اشكال الخواريف يعني هيك مبتسمه ملونه، ففتحت اليوتيوب فعلا طلع عندي كثير اشكال حلوه. اي طبعت اشكال مختلفه، يعني عندك هاد بالابيض والاسود، عندك مثلا الخروف الملون. اي يعني حبيت اني انا اضيف قصص غير عن الطبيعه العاديه. خروفه بقى هون نقيناها لانه لها فيونكه اكيد حلوه كثير.
مثل هيك قطعه يعني السي دي ما كبيته، شويه ايفا زايده السي دي ممكن لحتى نسمك القطعه يبين لها شكل اكثر. تمام، مشان تعطيها يعني متانه اكثر، وبتضل بايد الطفل يعني ما بتنشأ او ممكن تتلف. لا، بياخذ هو العيديه او بيصرفها ونحن بقى بضل عنا الشكل. اكيد اكيد. يعني رهف، كثير من الافكار اللي عم نحاول انه بابسط التكاليف نعطي صوره جماليه لاي مناسبه بتمر، حتى كل بيت سوري بابسط يعني القصص انه يكون عايش هي المناسبه والام تشارك اطفالها. خبرينا عم حدا عم يحب يتعلم منك، عم يتواصلوا معك حتى انك كمان ياخذوا منك افكار، انت صار لك مشروع صغير عم تسوقي من خلاله؟ اي اكيد. هلا نحن ماشيين بفكره اعاده التدوير، من فتره كان عندنا فعاليه كثير حلوه عن طريق نقابه المهندسين، سوينا فعاليه خاص نص باعاده التدوير، كان لها صدى كثير حلو للصراحه، ومن طريقه فتحنا بقى دورات بالمعاهد، دورات بالنوادي الصيفيه، الطفل عم يجي يحب يتعلم هي الشغلات البسيطة، حتى عندك يعني دورات انه الطفل كيف هو بيقدر يزين حفلته بايده او حفلة ترفيه يهديه لها، فعم نحط الطفل ونعلمه نحن هي الشغلات، او حتى من الشغلات البسيطة ممكن يجيب معه قنينة يرجع بشغلة لعند اهله يعني مزينة بطريقة او عامل لها فكرة. اكيد اكيد. لا كثير نحن هلا عم نطور هي الفكرة وندعمها. نعم. حلو. رهف، لقدام شفنا زينة عيد الاضحى، لقدام شو محضرة لتينا كمان؟ بتنطري المناسبات او يمكن ما بتنطري يكون في مناسبة معينة، دائما بتحسي لازم يكون في تجديد بالقطع بالزينة بالهدايا او كيف؟ هلا حسب كل مناسبة، إذا ما عندك مناسبة أبدا لازم أنا بالبيت مثلا أعمل وردة، أعمل منظر، بخترع مناسبة. إيه لازم، يعني بيزيد عندي لأنه كثير قصائص وبيزيد عندي كثير قطع، فبجمع بتلاقي الفكرة لحالها بتطلع، وبحب على طول يعني إنه زين. هلا إن شاء الله أكيد كل مناسبة بننطرها لحتى نطلع لها زينة مناسبة طبعا. نعم، يعني اليوم يمكن فرح إعادة التدوير صارت موجودة بأغلب البيوت السورية، والنساء عم تحب تتعلم كيف فيها انه تركب او تعيد استفادة من كل القطع القديمة الموجودة عندها، يعني بالاستفادة من الناس اللي مدربين وايضا من مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم انت كخبرتك بهذا المجال وتجربتك كيف بتحكي لنا عنها وبتلخصيها؟ هلا عم يجينا للصراحة منك، انا تفاجأت انه في عندك كثير فئات عمرية عم تجينا انه حابة انه تتعلم، مو بس اطفال، في سيدات بيوت، يعني حتى بالفعالية اللي حضرناها بنقابة المهندسين كان عندك سيدات سوريات يعني هن ربات منزل وهن لا دارسين ومتخرجين، إنما آخذين هذا الخط وعم بيشتغلوا فيه، يعني عندك كثير طلع مواهب بالصابون، بالبقايا القماش، كثير يعني أنا تفاجأت للصراحة بالست السورية قد ايه طلع يعني عندها في تبادل خبرات بصير بيناتكم، بصيري بتعرف بدك تتعلمي غير شو عم يعمل غيرك، شو عم يبدع غيرك. أكيد أكيد. إيه لما اجتمعنا كثير كان شيء حلو، يعني كل حدا تفرج على أغراض الثاني واستفدنا أكيد من بعض، وإن شاء الله لقدام بإذن الله. حسي رهف كمان قادرة يمكن تعملي مشروع خاص، تكوني في يمكن قادرة يكون لك مدخول دائم من هذا المشروع، رغم انه يمكن الادوات بسيطه لكن الافكار حلوه، قادره انه تكون مشروع خاص لك؟ اكيد. هلا عندك غير انه تزيين الحفلات والمناسبات الخاصه، هلا انا مثلا عندك ستاند الكب كيك كثير اجاني عليه طلب، انه فكرته بسيطه بس يعني تعطيني هي شو مناسبه الحفله فنحن نزين فيه، انما المبدا يعني واحد. حلو. حتى خواريف العيد اجانا عليه كثير تواصي باشكال مختلفه، سواء من الكاسه او مثلا تطبعي او حتى يعني وجوده بالمزرعه كمان انطلب كثير للاطفال. حلو. هذا كله بيعطيكي مدخول، يعني الناس عم بتحب ترغب الشغلات البسيطه وباقل كلفه. اكيد. نعم. يعني رهف، من تجربتك الشخصيه اذا بدنا نقول، اللي انت يمكن مانك ضيفه جديده عنا بالاخباريه السوريه، ومن هي التجربه يلي يمكن عمرها كمان مانو قليل، شو بتحبي توجهي يمكن كلمه لكل سيده عندها ذوق معين، عندها لمسه فنيه وافكار حلوه لكن ما انا عرفانه تبدا بهذا المشروع؟ صح. هلا انا كثير يعني بحب وجه كلمه انه اي صبيه او اي ست بيت عندها شيء ببالها انه لا تجرب وتعمل وتحققه، يعني ما تقول انا مثلا جربت هاي القطعه ما زبطت خلص ما عاد بدي، لا تضل تجرب وتحاول، وبالنهايه انا واثقه يعني بتحقق نجاح وبتحقق افكار موجوده عندها جواتها وبتطلع والناس اكيد رح تحبها. نعم رهف، يعني كثير افكار بسيطه وعمليه، وكل ست بيت سورية هي عند الأساس من الجدات ومن الأمهات، فيعني مو غريب عليها أنه تبدع بإعادة التدوير وخاصة بهاي الظروف اللي عم نمر فيها. الله
يعني هيك يعمل راحة بال للكل، ويكون هذا العيد مبارك كمان للكل يا رب. بدنا نتشكر وجودك يا رهف، واكيد مستنينك بافكار جديده بمناسبات جديده، وحتى يمكن بقصص دورات او مهرجانات او بازارات جديده. شكرا لوجودك معنا. وانا شكرا كثير على الاستضافه الحلوه، وانبسطت كثير بهالصباح، وان شاء الله اضحى مبارك علينا وعليكم يا رب. شكرا رهف، كل عام وانت بخير، ينعاد عليك وعلى عيلتك يا رب كل خير. الله يسلمك. شكرا لك.